أعلنت السلطات الأوكرانية إعادة ربط محطة زاباروجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية، الأمر الذي أكدته روسيا أيضا، وأكدت العودة الطبيعية للطاقة الكهربائية في المحطة، كما قالت إن مستوى الإشعاع في زاباروجيا طبيعي رغم القصف الأوكراني. من جانبهم عبر سكان العاصمة الأوكرانية كييف عن مخاوفهم من تبعات انقطاع الكهرباء عن محطة زاباروجيا النووية، وأكد بعضهم أنهم قلقون من إمكانية حدوث تسرب إشعاعي يهدد حياتهم. Я думаю, кожна мисляча людина зараз боїться. Всі бояться, тому що знаючи нашого сусіда, знаючи те, на що він здатен, ми можемо розуміти, що можуть бути різні наслідки абсолютно того, що там відбувається зараз. Тому всі бояться, переживаємо так відключення світла, як того, що екологічна ситуація може змінити. Звісно, страх є в усіх, в усього світу, і дуже хочеться, аби все-таки ситуація повернулася у мирне русло, аби спостерігачі дістались до станції, аби нормалізувалося все із електропостачанням, аби потужності додаткові працювали, і аби всі ми жили у безпечному світі. Розуміємо, що трапитись може все, тому що ми не контролюємо це, проте, якщо це трапиться, ми будемо... Ми морально готові, але фізично дуже важко зараз і розумію, що... بسبب تضرر البنية التحتية لمنطقة دونيتسك، يعاني سكانها من أزمة مياه تدفعهم إلى البحث عن مصادر لتوفير الماء يوميا. Та з водою вже давно проблеми, та з самої зими проблема, а літом взагалі була проблема ужасна. Очередя стояли за водой очень большие. На что? Жара 40 градусов, а куда ж люди? Ходим и в балку по воду другой раз, вот когда не стреляют и выручают здесь вода. للمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي. أهلا بك ديالا. إذا حتى اللحظة ما هي تفاصيل التصريحات الأخيرة سواء من الجانب الأوكراني أو الروسي فيما يتعلق بمحطة زاباروجيا؟ اليوم أعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقة زاباروجيا بأن القصف الأوكراني تسبب بقطع آخر خط كهرباء كان يعني يساعد في نقل الطاقة من محطة زاباروجيا إلى الجانب الأوكراني، ويعني كان هناك أربع خطوط، بالأمس تم قطع ثلاث خطوط، واليوم أعلنت السلطات المحلية بقطع آخر خط لمد الكهرباء إلى أوكرانيا. يعني وزارة الدفاع الروسية وفي بيان لها اليوم اتهمت القوات الأوكرانية بأنها تواصل قصفها لمحطة زاباروجيا والمناطق المحيطة به، حيث وخلال هذا البيان أشارت بأن القوات الروسية تمكنت من تحديد تمركز المدفعية التي كانت القوات الأوكرانية تستخدمها في للقصف محطة زاباروجيا. أيضا خلال القصف الأوكراني ووفقا للسلطات المحلية، قذائف سقطت في مناطق ليست ببعيدة من المحطة، ولارتفاع درجات الحرارة ووجود أعشاب هناك تسبب باندلاع حرائق في هذه المنطقة، لكن هذه الحرائق لم تطال محطة زاباروجيا. لكن بشكل عام يعني مؤخرا كان هناك اتهامات من السلطات المحلية في زاباروجيا للجانب الأوكراني بأنها تقوم بقصف المحطة، وهذا قد يتسبب بكارثة، وكان هناك يعني تفكير اقتراح من السلطات المحلية بأنها يعني في حال لم تقف القوات الأوكرانية بقصف محطة زاباروجيا فهي ستقوم بقطع امدادات الكهرباء نحو أوكرانيا وتوجهها نحو المناطق المسيطرة من قبل روسيا، وهي يعني باقي منطقة زاباروجيا ومنطقة خيرسون وربما إلى شبه جزيرة القرم، وهو يعني ما جاءه عاكسا من قبل الجانب الأوكراني، حيث أشارت شركة الطاقة الأوكرانية بأنه في حال يعني قامت السلطات المحلية بقطع الكهرباء وتوجيهها نحو المناطق المسيطرة من قبل روسيا فهي ستقوم بتكثيف قصفها ويعني لمنعها من نقل الطاقة الكهرباء إلى المناطق المسيطرة من قبل القوات الروسية. لكن بشكل عام يعني
إدارة إنرجدار قالت بأن المحطة تعمل بشكل منتظم. لأن كان هناك تصريحات سابقة تقول بأن المحطة توقفت عن العمل بشكل كامل، لكن يعني نظرا للظروف الحالية من 6 وحدات الموجودة في هذه المحطة يعمل 2. ديالا الخليلي مراسلة الشرق من موسكو، شكرا جزيلا لك.